لكم طلابنا الأعزاء الصف الثالث ثانوي مادة الرياضيات الوحدة السادسة. احنا أخذنا كل فقرات الأشعة في المستوي، هناك بعض فقرات أخرى أيضا. نحن راح نقول الأشعة في المستوي، المستوي الإحداثي المعلم المتجانس، المستوي الإحداثي في معلم متجانس. إذن راح نرسم الإحداثيات على المستوي. هذه هي اللوحة، نسميها اللوحة نسميها معلم متجانس، عفوا مستوي، نسمي هذه اللوحة مستوي، تمام. راح نرسم عليها محور إحداثيات، محور إحداثيات إكس إكس فتحة، واي واي فتحة، تمام. حيث إنه نرسم أشعة من أو أ واحد، راح نقول أو أ واحد هي عبارة عن يو أو عبارة عن إكس، راح نرسم لها وحدة سميناها آي. إذن راح نرمز، إذن الأشعة على نرمز الوحدة على الإكسات آي، وراح نرمز الجي على الوايات، راح نرمز لها بجي جي. حيث عندي أشعة أيضا نسميها أو، طبعا هذه هو آي وهذه هي جي، طبعا نسمي هات أو آ اثنين مثلا، أو آ واحد أو آ اثنين محصلة راح يكون أو آ الكلي، راح يكون محصلة أو آ كلي، يعني أو آ واحد راح يكون عندي، أو آ واحد راح يكون عندي إكس الآي شعاع، تمام. أو آ اثنين، أو آ اثنين على محور الوايات راح يكون عندي واي الجي الآي، تمام. هلا راح نقول شعاع نرمز لهاد يو ونرمز لهاد في مثلا، تمام. هلا راح نجمع يو مع في، راح نجمع الاو ا مع او يعطيني او ا، يعطيني او ا، تمام. او ا المحصله راح يكون اجمع الاكس مع الوايات، اذا اكس الاي زائد الواي الجي، تمام. اذا هذا هي القانون العام للمستوي الاحداثي المعلم المتجانس، اذا الوحدة الآي على الإكسات والوحدة الجي على الوايات، تمام. إذن هذه هي الفقرة المستوي الإحداثي بالنسبة للمعلم المتجانس، تمام. هلأ رح ننتقل إلى الجداء السلمي. طبعا هناك بعض النتائج للمستوي الإحداثي مثل الجمع والضرب، نفس الخواص اللي أخذناها، تمام. الجداء السلمي، الجداء السلمي هي الزاوية بين شعاعين. إذا كان عندي شعاع ال V محصور، زاوية محصورة بين ال V وال U ولتكن شعاع ال U، والزاوية 30 درجة ولتكن، تمام. هلأ راح نكتب القانون لجداء السلمي أو جداء النقطي. جداء السلمي هو عبارة عن U مضروب ل V، إذا كان محصور ضمن الزاوية راح نقول U U زائد ال V U مضروب ل V في كوساين الزاوية التيتا، في كوساين الزاوية التيتا، تمام. هلا هذه هي نسميه قانون U في V، راح يعطيني U في V كوساين التيتا، تمام. ناخذ مثال، إذا كان عندي شعاع ال U 5 وشعاع ال V 6، تمام، والتيتا هي 30، إذا أحسب U في V راح يكون يو، جداء اليو في في، جداء النقطي او السلمي، راح يكون عندي 5 اضربها ب 6 واضرب بكوساين 30، اضرب بكوساين 30، تمام. هذه هي كوساين 30، يعني بي على 6، بي على ايه، بي على 6، كوساين 30 بي على 6، تمام. اذا هذا هو العزيز الطالب، اذا جداء السلمي هي عبارة عن جداء بين شعاعين وزاوية المحصورة بينهما، نضرب اليو في في والزاوية المحصورة بين الجدائين، تمام. هناك عبارات تحليلية، عبارات تحليلية لجداء سلمي في المستوي ولتساوي الشعاعين والارتباط خطي، والارتباط الخطي، تمام. عبارة تحليلية لارتباط خطي، عبارة تحليلية لتساوي شعاعين، العبارة التحليلية لجداء السلمي في المستوي، لجداء السلمي في المستوي. هلا نكتب العبارة التحليلية، العبارة التحليلية لجداء السلمي في المستوي، لجداء السلمي. إذا نكتب عبارة تحليلية لجداء السلمي في المستوي، ما هي العبارة التحليلية؟
العبارة التحليلية عزيزي الطالب مثلا عندي قلنا U شعاع U هي X الI واحد مثلا نسميها ولتكون زائد شعاع واحد الJ نسمي هذا U ونسمي هذا V. الV هي X 2 I زائد U 2 الJ. هلا نضرب شعاع الأول في الثاني نضرب U في الV نضرب U في الV فيعطيني X 1 في X 2 مضروب ل I J الكل التربيع I J للتربيع. طبعا I J للتربيع رح نأخذ ملاحظة I J للتربيع يعني كشعاع رح يكون نتيجة واحد أو الطويلة هي واحد تمام. إذن رح يكون X 1 في X 2 و Y 1 في Y 2 Y 1 مضروب Y 2 أيضا J مضروب J هي J للتربيع. الجداء السلمي في المستوي الجداء السلمي في المستوي U مضروب ل V أضرب ال U في V نضرب ال U في V نضرب ال U في ال V أضرب U في V يعني X 1 I زائد X Y 1 J شعاع راح أضربها بالثاني وهو X 2 يعني ال V X 2 ال I زائد ال Y ال J تمام. هلا راح نضرب القوس الأول في القوس الثاني X في X يعطيني X 1 مضروب X 2 ال I في ال I هي I للتربيع شعاع I للتربيع شعاع. هلا أضرب ال X في Y زائد X ال I في Y ال J تمام زائد راح أضرب ال Y في X يعني زائد ال X ال I X ال I مضروب نضرب الأول في الأول أول في الثاني راح نضرب الثاني في الأول Y نسميها 2 تمام. X الأول 1 في الثاني X الأول في الثاني ال Y هي X الواحد مضروب هذا نسميه I شعاع تمام في 2 Y 2. هلأ راح نجي ال Y نضرب ال Y في X الثاني يعني زائد Y 1 في J في X الثاني ال I زائد ال Y مضروب ل Y 1 في Y 1 في Y 2 في J للتربيع تمام. هلأ عندنا القانون ال J للتربيع يساوي لصفر 1 و I للتربيع أيضا يساوي لواحد وطويلة للتربيع أيضا هي نفسه واحد تمام. إذا ضربنا I بJ راح يكون النتيجة صفر شعاع I في شعاع V راح يكون النتيجة صفر لأنه متعامدان تمام. هلا راح نجي تمام باعتبار هذا واحد صار عندي X واحد مضروب X اثنين زائد هذا صفر لأنه J مضروب بI مضروب J صفر إذن هذه هي صفر لأنه I مضروب لـ J I مضروب لـ J أيضا صفر Y 1 في Y 2 في J للتربيع هي عبارة عن واحد إذن ضل عندي Y 1 زائد Y 2 Y 1 Y 1 في Y 2 تمام. إذن هذا القانون U مضروب لـ V شعاع هذا القانون نسميه قانون جداء السلمي في المستوي جداء السلمي في المستوي جداء السلمي في المستوي. هذا الفقرة اللي قبلها كان جداء سلمي بالنسبة للنقطة يعني بالنسبة للزاوية محصورة بين شعاعين. أما هذا فقرة عبارة تحليلية لجداء سلمي في المستوي. هل تساوي شعاعين إذا كان شعاعين عندي متساويين عندئذ يكون X1 يساوي X2 وY1 يساوي Y2. إذا كان عندي شعاعين متساويين فقرة ثانية شعاعين متساويين راح يكون X1 يساوي X2 يعني إذا كانت الـ U يساوي ل V راح يكون X1 يساوي ل X2 وراح يكون Y1 يساوي ل Y2. إذا كانت ال U صفر راح يكون ال X صفر وال Y أيضا صفر. الارتباط الخطي قانون الارتباط الخطي إذا ضربنا ال U في V القانون في الارتباط الخطي راح يكون X1 في Y2 زائد ال X1 في Y2 زائد Y1 في X2. إذا هذا هي القانون الارتباط الخطي. متى نقول العبارة التحليلية لارتباط الخطي نضرب X1 بعد الاستنتاج في Y2 زائد Y1 في X2 في X2. هناك عبارة أخرى نحن نسميها جداء إذا كان عندي كوساين يوجد قانون ثاني للكوساين إيجاد الزاوية وإيجاد الزاوية
القانون الثاني لإيجاد الزاوية، قانون الكوساين تيتا، الزاوية بين شعاعين يو مضروب لفي شعاع، تمام، على طويلة اليو في طويلة الفي. دائما عزيزي الطالب طويلة اليو هي عبارة عن اكس للتربيع زائد واي للتربيع، واحد واحد، والفي نفسه اكس للتربيع زائد واي للتربيع، تمام. دائما طويلة ما تحت الجذر، دائما الطويلة ما تحت الجذر. الفقرة الأخيرة هي الارتباط الخطي. الارتباط الخطي يو مضروب لفي، إذا كان عندي شعاعان في مرتبطان خطيا بعبارة تحليلية راح يكون اكس واحد مضروب بواي اثنين ناقص اكس اثنين مضروب لواي واحد. إذا هذا القانون بعد الاستنتاج راح يكون عندي هذا نسميه ارتباط خطي. هناك قانون آخر للزاوية لشعاعين يو مضروب لفي على طويلة اليو مضروب لطويلة الفي، مضروب طويلة الفي. الطويلة اليو والفي، اليو طويلة اليو عزيزي الطالب هي عبارة عن جذر اكس للتربيع واحد زائد واي للتربيع، والفي أيضا هي الطويلة دائما راح يكون جذر وما تحت الجذر يكون تربيع، واكس اثنين للتربيع زائد واي اثنين للتربيع، تمام. إذا هذه هي، إذا نعوض الجذر في القانون، أما اليو والفي إلى اكس وواي.